احنا النهاردة لما بنتكلم عن التناول الدرامي لظاهرتي التدخين والإدمان، عايزين نصل مع بعض لميثاق شرف، لاتفاق مكتوب أو غير مكتوب، ولكن نتصل إلى اتفاق، إلى أن مهم جدا أن الفن يعكس الواقع، أيوة، لكن مهم جدا كمان أن الفن يرتقي بالمتلقي. مهم جدا أن الإنسان لما يتفرج على عمل فني، سواء لوحة أو فيلم أو مسلسل أو يسمع كلمة موسيقى، يخرج بعدها وهو إنسان أفضل، أكثر حباً، أكثر رحمة، أرقى في تصرفاته، في تعاملاته مع الآخر، أكثر دراية وعلماً بإيه الصح وإيه الغلط، وإزاي يحافظ على نفسه وإزاي يحافظ على أسرته. ده دور مش بس دور الفن، ده دور المؤسسات التعليمية، وإحنا بنشتغل من خلال الصندوق على تعديلات في المناهج، والكتب اللي بتطبع هيكون فيها مكون لطلبة ثانوي وإعدادي وابتدائي عن مخاطر التدخين وعن مخاطر الإدمان. أيضا ده دور للمؤسسات الصحية إنها تؤدي رسالتها في العلاج وفي الوقاية وفي الرعاية اللازمة لمن يسقط في براثن الإدمان والتعاطي ويتعامل مع هذه المشكلة. دور القطاع الخاص في إن هو في مؤسساتنا السياحية، مطاعمنا، مسارحنا الثقافية، كل الأماكن اللي فيها تجمعات في العالم كله، النهاردة أصبح التدخين في الأماكن المغلقة غير مقبول، لأنه ضار جدا مش بس بصحة المدخن، ولكن أيضا ضار بالمدخنين السلبيين اللي موجودين في المكان. كلما ازدادت الدول والمجتمعات حضارة ورقيا، كلما بنلاقي أن الأماكن اللي بيسمح فيها بالتدخين بتقل، كلما بنلاقي أن في حصار للمدخنين وفي حرص شديد على أنه التدخين يقل جدا جدا. إذا كنا بنقول أن الدراما مرآة للواقع، وأن الرؤية الدرامية دي تخص المبدع، ولكن إحنا في الحقيقة هنسأل النهاردة سؤال مهم قوي، هو هل الدراما المصرية بتعكس الواقع ولا لا؟ إحنا عندنا دراسات اللي بتقول نسب التدخين في الواقع قد إيه، ونسب التدخين في الأعمال الفنية قد إيه. هنلاقي أن نسب التدخين في الأعمال الفنية أضعاف أضعاف نسب التدخين في الواقع. هنشوف نسب التدخين بين الفتيات قد إيه، ونسب التدخين بين البطلات في المسلسلات والأفلام قد إيه، هنلاقيها أضعاف الواقع. نفس القصة بالنسبة للتعاطي في المخدرات والإدمان، بنلاقي أنه ما يعكسه وما تعكسه الدراما المصرية أكثر بكثير من الواقع. مش هي دي الخطورة، إنه ما بيعكس صورة مشوهة للواقع، ولكن الخطورة الحقيقية بتيجي إنه ما تعكسه الدراما مش في معظم الأحيان لا يظهر الأثر السلبي للتدخين والتعاطي على صحة المتعاطين والمدخنين. كلنا وإحنا صغيرين، أنا شخصياً فيلم المرأة المجهولة لشادية من الأفلام اللي أثر فيا جداً، الأفلام اللي كان بيظهر فيها أحمد زكي ويحيى الفخراني وهم بيعانوا من أثر المخدرات عليهم وبيتألموا ألم شديد وهم بيتعالجوا منها، حسينا فيها أن الموضوع ده مرعب ويخوف ولازم نبعد عنه ونبعد عنه أولادنا. النهاردة بنلاقي أن الدراما التلفزيونية وأفلامنا بتعكس مشاهد لأبطال ممثلين وممثلات كلنا بنحبهم، كلنا بنحترمهم، ولكن بيجيبوهم وهم مستمتعين بالتدخين ومستمتعين بالتعاطي. التدخين والتعاطي بيتم جوه البيت وبره البيت، بيتم في النادي في مكان ممارسة الرياضة، بيتم في المستشفى من دكاترة وأطباء مفروض يحافظوا على صحة المرضى، بنتعاطى مخدرات ليلة الفرح وكأنه هو ده المقوي اللي هيخلي ليلة الزوجية أفضل، هو بنتعاطى ليلة الامتحان وكأنه هو ده اللي هيخلينا نحصل دروسنا ونؤدي أفضل في الامتحان، بيتعاطى الابن أمام أبيه والشاب أمام أمه والابنة والفتاة مع جوزها بيتعاطوا مخدرات. ظواهر الحقيقة إذا كانت بتحصل في مصر فهي بتحصل في نطاق محدود جدا، وبتحصل بشكل مش بالشكل خالص اللي بنشوفه في التلفزيون المصري، وإذا كانت بتحصل بالشكل ده يبقى واجبنا كلنا إن احنا نحارب هذه الظواهر ونظهر قد إيه هي سلبية. في نزيف خفي ونزيف مستمر لمواردنا المالية. احنا كل يوم بنصحى الصبح
على حادث مرعب على الطرق. هذه الحوادث اللي بنشوفها في طرق شرم الشيخ، في طرق البحر الأحمر، في الطريق الدائري، في الطرق الزراعية، بنقول دايماً إن في خطأ بشري، ولكن في الواقع وراء هذا الخطأ البشري بيكون في أحيان كثيرة تعاطي لمخدر من قبل السائقين. هذا التعاطي بأنواع مختلفة ممكن يؤثر على قدرته على التفاعل وتقدير الخطر، على قدرته إنه يفرمل في الوقت المناسب، على رؤيته ممكن يخليه ينام أو ممكن يخليه ما ينامش فيبقى مجهد جدا، فبرضه تحصل الحادثة اللي كل يوم بتموت شباب كتير وبتيتم أسر كتير. إحنا كنا حريصين جدا إن إحنا نبتدي هذه الحملة ونشرك فيها كل الأطراف. بنتكلم مع وزارة السياحة عشان يبقى فيه على الطرق توعية، بنتكلم مع المحافظين عشان دور المحافظين مهم جدا، دور الشباب مهم جدا. الصندوق بيشتغل مع 26 ألف متطوع من الشباب، بنستهدف السنة دي 1500 مدرسة يبقى فيها برامج توعية. عاوزين نعرف الناس اللي بيصرفوا 200 جنيه على الدخان في الشهر و 237 جنيه كل شهر على الإدمان، المبالغ دي تفرق قد إيه مع مصر، تفرق قد إيه في بناء مصر، تفرق قد إيه في توعية المصريين. بعد المؤتمر اللي عملناه في شهر 6 2014، كان في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية WHO، وده كان مؤتمر دولي موسع تناولوا فيه تناول الدراما عن مشكلة التدخين والتعاطي في العالم كله، وعرضوا التجارب الدولية وأشادوا بتجربة مصر إن هي بترصد الدراما التلفزيونية في رمضان. وكان من ضمن توصيات المؤتمر أن تعتمد هذه التجربة وإنها تجربة رائدة، وهي الاستمرار كل سنة في مرصد للمسلسلات وللأفلام، لأن دوت شهر رمضان أكتر شهر فيه مشاهدة للمسلسلات وللأعمال الفنية.